خبرنا الأخير سيتم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/3/1440 البدء بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة على الطرق الخارجية بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لرفع مستوى السلام المرورية وسعي للحد من الحوادث المرورية. جاء ذلك خلال بيان أعلنته القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في تويتر. للحديث أكثر معي عبر الهاتف المقدم طلال الشلهوب، وهو مدير مركز الإعلامي بوزارة الداخلية. سعادة المقدم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ علي ولجميع مشاهدي برنامج مع المواطن. نعم، التاريخ فعلا يعني اللي ذكرته هو البداية. في نفس الوقت، هل العقوبات أو المخالفات هي نفسها اللي تطبق داخل المدن أو مختلفة؟ بإذن الله تعالى أنه سوف يتم البدء في تطبيق النظام يوم الأحد القادم حسب ما تم الإعلان في حساب أمن الطرق في تويتر، فهو الموافق يوم الأحد 10/3/1440. ما يخص المخالفات أستاذ علي داخل المدن، مهام أمن الطرق وهو كل ما يتعلق بالأمن والسلامة في الطرق الخارجية وتطبيق نظام المرور في الطرق الخارجية فما يتعلق بالسرعة والخاصة بالسرعات الخاصة بين الطرق، الطرق السريعة 140 الآن تم رفع السرعات من 120 إلى 140. ما يتعلق بهذه المخالفتين، مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط الحزام، هي لها مخالفتين تبدأ من 150 إلى 300 ريال، هي عدم ربط الحزام، كذلك مخالفة استخدام الجوال من 500 إلى 900، وهي نفس المخالفة داخل المدينة وخارجها. نفس الشيء. طيب أخيرا، هل فعلا هناك نسبة مرتفعة للحوادث اللي خارج المدن، وأنتم عندكم رغبة في إنقاصها؟ طبعا بفضل الله تعالى أنه النتائج الخاصة بنسبة الحوادث نتائج مبشرة، وبفضل الله تعالى أنه هناك نسبة انخفاض بنسبة الثلث. لدينا هدف منشود وهو رفع السلامة المرورية لدى عامة قائدي المركب مستخدمي الطريق بما يتحقق مع رؤية المملكة 2030 والوصول إلى معيار السلامة المرورية في الدول المتقدمة فيها في تطبيق السلامة المرورية. حاليا لدينا يعني نسبة الحوادث منخفضة 18%، كذلك الإصابات 25%، كذلك الوفيات 26% مقارنة بالعام بين 38 إلى 39. أتمنى لكم التوفيق. سعادة المقدم طلال الشلهوب، مدير المركز الإعلامي في وزارة الداخلية.